تمام. علي، ازاي الزمالك يعود لمنصة التتويج مرة أخرى في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 20 سنة؟ بالكلام اللي قاله عبد الرحمن ولا في إضافات عليه؟ انا خليني اختلف مع الاستاذ عبد الرحمن من البدايه كده. يعني ماشي. اللي قاله الاستاذ عبد الرحمن طبعا ده شيء طبيعي وشيء منطقي ومعروف ولازم يتعمل ولازم يبقى موجود، استقرار اداري، استقرار فني، كواليتي لعيبه، كل ده مطلوب جدا جدا جدا. لكن الحقيقه مش هو ده اللي بينقص نادي الزمالك علشان يفوز بدوري ابطال افريقيا. تمام. 20 سنه مش كتير، بس ده زمن، ده عمر طويل جدا. ده في ناس اتولدت ما شافتش الزمالك بيفوز بدوري ابطال افريقيا، صحيح. ورغم كده زملكاويه جدا، بيحبوا الفانيلا جدا، بيعشقوا الكيان جدا. ليه؟ القصه انه الزمالك ناقصه ايه علشان يفوز بدوري ابطال افريقيا؟ ناقصه الرغبه، الرغبه عند الرغبة. اللعيبه. الزمالك كان في عز التخبط الاداري السنه اللي فاتت وقدر يفوز بالدوري، في عز ما كان العمال كل شويه يتعين له مجلس ويخش لجنه ويعمل لجنه ويروح لجنه ويعمل، بس خسر افريقيا. اوكي، ولكن كان عنده الرغبه انه ياخد الدوري وخد الدوري. تمام. لما اتوجدت الرغبه عند اللعيبه، بغض النظر بقى، بص انا بحب فانيله نادي الزمالك اللي انا بلعب ليها، انا هموت نفسي في الملعب، ما باخدش فلوسي، ليا فلوس قديمه، ليا مش عارف ايه، تعبان مصاب. الروح اللي شفناها مثلا مع المنتخب مؤخرا، ما اللعيبه كان في لعيبه بتبقى مصابه وبتتحمل على نفسها، صحيح. ده اللي مطلوب يحصل ابو من جبل اللعيبه كان في الفتره. بيبكي عشان هو خارج بالظبط ماتش المشروع. بالظبط، كل يعني كله كل اللعيبه كان حريصه جدا انها تشارك، وهو ده اللي ناقص عندنا في نادي الزمالك للاسف الشديد. عندنا افضل كواليتي موجود في الدوري المصري او في مصر بشكل عام، كل اللعيبه في كل المراكز، الزمالك لا ينقصه اي حد، صحيح. رغم ان الزمالك حرم السنه دي من اي تدعيمات في الانتقالات علشان القرار المشؤوم ده، ولكن في النهايه الزمالك عنده رصيد كافي من اللعيبه اصحاب الكواليتي العالي جدا والمميز جدا. ايه اللي ناقص؟ الناقص ان انت روح العزيمه، الرغبه زي ما بنقول، الرغبه ان انت تفرح جمهورك، الرغبه زي ما حضرتك قلت في البدايه ان انت تكتب مجد لاسمك، تكتب مجد لنفسك. صحيح. مجلس الاداره اللي هيفوز بالبطوله، اوكي، هيذكر اسمه ان في عهد فلان صحيح. الفلاني فاز الفريق بكذا كذا كذا، زي ما بنقول بعد 20 سنه وبنقول اخر حاجه خدناها في عهد الدكتور كمال درويش. الدرويش ولكن مش كل الناس بتفتكر انه كان في عهد الدكتور كمال درويش، مش لكن كل فارقه قوي الناس معاه. بالظبط، كل الناس بتفتكر ان اللي جاب الجون تامر عبد الحميد. صحيح. صح كده؟ وكابتن الجوهري وكابتن كبرال هو اللي كان مدير فني. ومين الجيل اللي كان بيلعب مع كابتن تامر عبد الحميد، ومين اللي لعب، ومين ومين ومين. فانت بتكتب تاريخ لنفسك، حاجه بتحطها في السي في بتاعك، بتفضل تقول طول عمرك لاولادك واحفادك واهل بلدك وكل الدنيا ان انا جبت البطوله دي. كمان لو انا فاكرين جبتها، الكابتن ابو رجيله والكابتن احمد رفعت مدربين اول بطوله 84. بالظبط. تخيل بقى يا استاذ شادي، لو انت بتجيب البطوله وانت عندك اللي كان بيقول عليه الاستاذ عبد الرحمن، عندك مشاكل اداريه، عندك عدم استقرار فني، عندك مستحقات متاخره، تخيل الجمهور هيعمل معاك ايه؟ الجمهور ده ممكن يشيلك من على الارض شيل، يعني اي حاجه تطلبها ده هتلاقيها. الجمهور حب احمد فتوح عشان تصريح من والده من باباه، يعني مش ما احب اتكلمش حتى يعني. بالظبط. يعني وبعديها بيوم كان برضو نفس الكلام، الناس حبت وتعاطفت جدا مع زيزو علشان كلام والده. صحيح. انا متحيز شويه لزيزو لانه بلدياتي، زي ما انا متحيز لكابتن طارق السادو، كان عاجبني جدا المداخله في بدايه الحلقه من ياوي ان الراجل يعني. ده منياوي. لا انا وطارق يعني بلديات بلد واحده كمان، لانه هو يستحق الحقيقه انه يكرم في المكان ده، في بيته في قناه نادي الزمالك، لانه واحد من اللي قدمه لنادي الزمالك اتنين من الجواهر اللي موجوده في الفرقه. صحيح. دلوقتي والمنتخب مصر ولسه طبعا هيقدم، ما تقلقش ان شاء الله باذن الله ربنا يديه طول عمر ويقدم بدل ال 22. مش هنسيبه. فهي الفكره زي ما قلت لك كده يا استاذ شادي، انه اللعيبه لازم يبقى عندها رغبه، لازم يعوضوا الخساره بتاعه دوري ابطال 2020، لانه كانت خساره تقيله ورخمه وبايخه وسيناريو كان صعب جدا 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 ان حد يتقبل. بس وصلت النهائي، لكن الابوخ ان خرجت من الدور الثمانيه، دور المجموعات الثالثه. صح. في اللي بعدها اوكي. بس على فكره الاصعب على جمهور الزمالك ان انت، او على اي جمهور في الدنيا، احنا ليه زعلانين تقصد موضوع المنافس المنتخب؟ بتاعك. اوكي انا موافق، واللي يعلى عنك في الارقام وكل حاجه. بالظبط. لا بس وغير في الاخر المنافس كمان، توصلت النهائي وحاولت وباسباب كان في كورونا وكان وكان وكان، بس لكن الأسوأ خروجك من دوري المجموعات. بس ال خصوصا بالمناسبه انت لو كنت عديت كنت وصلت برضه النهائي.
تمام، بس انا مش عايز اخش في حته المنتخب، بس احنا كل الناس زعلت جدا جدا بعد خسارتنا النهائي، لان احنا وصلنا النهائي مع ان احنا رايحين وكروش قايل لنا ان احنا هنطلع من دور المجموعه، مش عايزين نخش في المنتخب يعني دلوقتي. ولكن انت خلاص وصلتني للليفل ان انا في النهائي، انا بيني وبين الحلم حاجه عرضة. بسيطه يعني عارضه بالظبط، كوره في عارضه زيزو بيني وبين الحلم عارضه زي ما انت بتقول. طيب ايه؟ لكن خروجي من دور المجموعات طبعا اخفاق وصعب جدا وكان تقيل جدا على جمهور الزمالك، لكن اوكي عدت، وكمان انها قدام